اخواتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نصيبوا قريشلات او الفقاس المالح العاشوراء بحول الله وقوته. ان شاء الله هذه الوصفه تنال استحسان ديالكم. نبداو على بركه الله. غادي نخدموها مع الفرماج، يعني 125 غرام هي الزبده. غادي نخدموها مع ثلاثه ديال الفرماجات، هذا الفرماج المثلث خدموهم مزيان. المرحله الاولى هي هذه، يتخدموا مزيان. بالنسبه للسيدات اللي غادي يبغيو لي زانغريديون نخليهم لكم ان شاء الله في صندوق الوصف ديسكريبتيف، غادي يكونوا لي زانغريديون بحول الله وقوته. دو على بركه الله ونخدموا البيغ. من الاحسن تكون بحراره المطبخ باش ما تمحناش في الخدمه. اللي بغى يخدم بيديه يخدم، اللي بغى يخدم بالسباتول يخدم، ما كاين حتى شي مشكل. بليز امبورطون هما يخدموا لنا هاد العناصر بجوج مزيان. فوالا نخدمهم مزيان بهذه الطريقه. لا موتارد، معلقه صغيره ديال لا موتارد، وغادي نضيفوا معلقه صغيره ديال المطيشه ديال الحك، الطوماط كونسونطري. فوالا. بالنسبه للعنصر اللي غادي نضيف، انا ما غاديش نديرو الهريسه، الهريسه انا ما كنستعملهاش. بالنسبه للناس اللي كتبغي الهريسه ضيفها، كتعطي واحد النكهه زوينه. بالنسبه لي الهريسه ما غاديش نديرها. تقريبا واحد ملعقه راس نص معلقه ديال الملحه، ماشي ما نملحوش بزاف، تقريبا هنا لا كونتيتي ديال الملحه. غادي نضيفو كاس ديال زيت المائده لويل فيجيتال، كاس العنبه. بالنسبه للناس اللي بغاو القياس نحط لكم ميليليتر او ام ال، نحط لكم في الديسكريبتيف. ومعلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج، لي زيبيس دو بولي، واحد الكويير صغيره، كويير كافي. غادي نخدمو ان شاء الله هذا الشيء مزيان ونكملو باش نضيفو المقادير اللي باقا. يعني عادي حليب برد عادي. فوالا. ضفت الماء ولكن ما فاش جيت نشوف لقيت ما المقطع ما تسجلش، ضفت غير الماء وكنحاول نخليه ينسجم مع الخليط ديالي بحال هكذا. كنبقى بشويه بشويه، نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه. بسم الله بركة الله، انتما معايا ان شاء الله. الدقيق مغربل بطبيعة الحال، يشد فراسو. بما جمعت عندي البلون طرافاي هنايا، ونتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم الشكيلات ان شاء الله اللي غيكونوا ضيوف على المائده ديالكم ديال عاشوراء، وان شاء الله ينالوا الاستحسان ديالكم. شوفوا العجين ديالي ارتاح، يلا خرجته دابايا من الثلاجه مده ديال 20 دقيقه حتى ل 32 دقيقه، كيرتاح مزيان كما كتشوفوا. غادي نشكلو دابايا التشكيل على حسب الذوق، يعني على حسب الاختيار والذوق ديال السيدات. بالنسبه ليا اليوم ان شاء الله غيكونوا اشكال متعدده ديال المملحات ديال الفقاس المالح، وانتم بطبيعه الحال تاخذوا اللي يعجبكم. انا ان شاء الله غادي ندير كميه لا باس بها، لان ما شاء الله شفتوا غير شحال كيخرج، يعني الكميه درت شحال كتخرج. ان شاء الله غنبدا فيها وهانتوما معايا بحول الله وقوته. اول شكل اللي غندير هو الباني، لكم كامل الاختيار، اما غادي ديروا بحال بحال ولا غديروا كل واحد بشكل. هانتوما معايا باش تفهموا الطريقه. الوغ بالنسبه لاول شكل غادي يحتاجوا الموطارد، الزيتون الكحل مطحون، الزيتون الخضر مطحون، والزعتر بطبيعه الحال مطحون. غادي ندهنوا الشكل ديالنا على حسب الكميه اللي نتوما بغيتوها وعلى حسب الطريقه اللي كيفاش بغيتوها. Thank you.
غنخدمو ان شاء الله هو هذا الطاق يكون حاضر معنا. الشكل الثالث هو هذا الشكل هذا، يعني كامل العجينه كتسرحوها وكتقطعوها باي مرشم عندكم، يعني المرشم اللي متوفر يكون الطاي ديالو ما يكونش كبير وما يكونش صغير، يكون مويان باش غادي تجيكم الشكل ديالو مزيان. الوغ انا ها هو قطعته، غنبدا نحط ديريكتومون في البلا ديالي بهذا الشكل هذا. هذا المرشم هذا كيسهل لي انا، ما كتبقايش تهزيه بصري باش كيكونوا هادو صغار، ما كتبقايش تهزيه فيهم بالموس حيت كينحلو شويه باش كتكوني تهزي فيهم. بياض البيض، بياض البيض غندهن الوسط ديالهم بهذا الشكل هذا، نحاول ندهنو غير الوسط هكذا، وغادي نزينوهم ان شاء الله بالساروج، ولا اللي بغى يزينهم بالبافو ما كاين حتى شي مشكل، يعني بحبوب البافو، يعني اختيار كيرجع لكم. انا غندير السانوج في هذا الشكل هذا، هذا الشكل بياض البيض كيخلي السانوج يثبت. عندكم فكره اللي تقدروا تستعملوها، اللي هي الخضر اللي كتباع مجفه جافه، يعني هي كتكون جافه كرمه مكرمينه، كاينه البصله، كاين اللفت، الجزر، البرو، الكرافس، كلشي مخلط هنايا. يعني هاد لي ليغوم هادو كتشوفوا كيما الداخل كيكون لاطاي ديالهم كبير، انا حاولت نصغرهم يعني ندقهم هكا صغار. غادي ان شاء الله نبداو المرحله ديالنا، الشكل الطوري والشكل العرضي على حسب القياس اللي بغيتو، كاين اللي غيديرها طويله رقيقه بحال هكدا، كاين اللي غادي يعرضها، كاين اللي غادي يصغرها على حسب القياس. هاد الخضر الجافه هادي كيعطي واحد المذاق هائل، نحاولوا نديروه من هنايا بالنسبه للناس اللي كيحبوا هذا المذاق هذا، كيجي كنوع من التغيير، ما كنبقاوش ديما غير في الزراره ولا في الزيتون ولا كندخلو، ديما كنقلبوا على الجديد باش ندخلوه في المملحات ديالنا. فوالا، يعني هذا كتغيير فوالا، وغادي يدخل يطيب في البابي ديالو، يعني هكذا ما غنبداوش نهزو وحده بوحده، بالعكس غادي يدخل يطيب كامل هكذا، ومن بعد نوريكم كيفاش غادي نقطعوه، كيجي ساهل وتيقوني فكره رائعه وسهله جدا جدا. لي ليغوم سيك غادي ندير فيه هادي، وغنضيف عليه لان يعني ديجا طحنته اون بودر باش يتنسم ليا من جميع الدقيق، زعما العجينه تنسم ليا مزيان. ها نتوما كما كتشوفوا مطحونه غبره اون بودر، ما تحاولوش تطحنوها، لا طحنتوها غطيحوا في هذه القضيه هذه، حاولوا تدقوها، اللي بغى يدير كما درت انايا في الاول يدقها كتجي اسهل. غادي نضيف هذا الخليط هذا، نسم الخليط هذا لا كونتيتي دار بركه الله، نحاول نسمو. كتشوفوا هنا دخلت ليها جميع هذيك الخضره اللي طحنت، اللون ديالها ولا اخضر وفيها هاد النقيطات بالاورانج ديال الكاروت. العجين الاول هو هذا، وهذا هو العجين الثاني. عندي غادي ناخذو سرحتو فوق، يعني عرفتو العجينه كنسرحها كالعاده، ناخذو المطرد دائما ندهنوه هاد الشكل هذا، ندهنو المطرد كامل، لا سيرفاس كامله كجميع الاشكال الاخرين. دهنتو كله بلا مطرد كما كتشوفوا. دابا هذا الزيتون الخضر
اللي بقى عندي ما غاديش يضيع غادي نديرو. غنزيدو ليه شويه طريقه تاع الزيتون مقطع صغير مقطع صغير احسن حاجه يكون مقطع صغير ونضيفوا ليه ايضا واحد شويه من الحبوب ديال السانوج كيعطيو واحد المذاق رائع هكذا بطبيعه الحال العشاق الهليسه ما تردوش. البودان ديالي هو هذا غنحاول نشكل لا فورم ديال لا بيراميد يعني نضغط من الفوق ندير واحد القاعده واحد القمه بهذا الشكل هذا حتى نكون لا فورم ديال المثلث او ديال البيراميد. المثلث احسن من البيراميد لان البيراميد خصو يكون عنده الجوانب الاربعه. هذا الشكل هذا ضفت فيه الزعتر مطحون حتى كملت عاد فكرت غادي نصور لكم لهذا اعتذر. ضفت ليه الزعتر مطحون وخلطته مزيان سرحته كما كتشوفوا في المدلك ديالي عادي. من بعد انا في البلاصه اللي كتبان ليا باقا شويه غليظه ما خصوش يكون رقيق بزاف بالعكس السمك ديالو خصو يكون عادي. غادي نبدا ان شاء الله نشكل فيه غادي ناخذ جوج طروفه هكذا نلويهم ونضغط يعني دابا شكيه كيجي على شكل صغير قد ما بغيتو تلويو تلويو يعني ماشي مشكله نضغطو وتحطوهم بحال هكذا يعني هذا الشكل كيجي بحال هكذايا. غادي نحاول ندير معكم واحده اخرى كيجي الشكل ديالو زوين وفيه الزعتر من السم عرفتوا الفوائد ديال الزعتر يعني عديده ومعدده واخا نعاود نبقاو نهضروا على الزعتر مزيان الكبار والصغار هذا الشكل. وغنحطوه في البلا ديالنا على حسب اللي بغى يكثر دوك لي توغ باش كيجيكم كي ها نتوما شفتوا اللي بغى يكثر الدوره داك السبيغال بغيتو تكثروه ما كاينش مشكل بغيتو تخليه غير شويه ما كاينش مشكل. حبيبتي حتى وليداتنا حتى همايا خصهم يتعلموا معنا هاد التقاليد ديالنا باش ما تموش اكثريه حنا في بلاد الغربه التقاليد باش تبقى عندنا وتبقى عندهم حتى هما كموروث علاش لا ومنها راهما كيعاونونا وكيستانسوا في نفس الوقت. نتمنى هاد الاشكال هذه تنال استحسان ديالكم يا رب العالمين. كما كتشوفوا الاشكال بعجين وحده خرجت منه تبارك الله 8 ديال الاشكال وتقدروا حتى نتومايا تخرجوا منه اكثر وتبدعوا اكثر. تبارك الله البحر ديال الفقاس المالح كبير وشاسع فيه مذاقات واشكال مختلفه. ان شاء الله الاشكال اللي قدمت لكم اليوم تنال استحسان كلها السبيغال الورده اللي بسانوي الحبه السوداء اللي بالزيتون والهريسه اللي بالسانوج والزيتون اللي بلا بودغ ديال المسحوق ديال الخضر الجافه كذلك اللي بالزيتون الاخضر والزيتون الاسود على شكل بالميه واللي بالزيتون الاسود والفرماج وطبيعه الحال ما غنساوش الشكل ديال الخضر الجافه اللي قلت لكم غير قطعوه
هكذا. الطريقه ديالو كتجي سهله، لانك فاش كتقطعيه طويل كيطيب كتجيك سهل بانك تقطعيه كما كتشوفوا، ماشي بحال فاش كتقطعيه وتبداي تهزي فيه بالوحده بالوحده كياخذ شويه الوقت. هاد الطريقه هذه كتجي سهله كما كتشوفوا، يعني كيكون ديجا مقطع غير كتجي نتيا وكتحليه بحال هكا. كتاخذ في الفران تقريبا مهيله ما كتكونش مجهده على 160 درجه طبيعه الحال، غير من التحت ما كنشعلوش عليه من الفوق. من الاحسن فاش يطيب، يعني فاش نكملوا الطياب ديالو كتحسوا به طاب، كتطفيو عليه وكتخليوه في الفران، هي اللي كتعطيه ديك القرمه. الله هاد الاشكال تناس احسن ديالكم يا رب العالمين، وتزين المائده ديال عاشوراء ديالكم. على هذا حبيباتي غادي نقول لكم عواشر مبروكه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات قادمه على عاشوراء بحول الله وقوته. تهلاو ليا فراسكم، كنبغيكم كنحماق عليكم، ا تري بيانتو.